احسن طريقة تنظف جهاز الكمبيوتر بتاعك ومن غير اي برامج. هندخل على السيرش، نكتب ديسك كلين اب ونختار السي ونعمل كلين اب سيستم فايل، نختار السي اوكي. هنعمل هنا تشيك بوكس على الويندوز ابديت، احط علامة الصح، ننزل تحت هنلاقي فيه كمان الريسايكل اللي هي سلة المهملات كده. هو يعمل لنا التوتال هنا 23 جيجا، فكمان ندوس اوكي. يعمل ديليت فايل كمان. الطريقة دي لو الجهاز بتاعك تقيل المفروض هتخف شوية، هو هياخد شوية وقت. بس كده، سهلة وبسيطة.